الحقيقة النتائج كانت بالنسبة لي مفاجأة جدا، لأن أنا شفت نتائج حقيقية. أنا من الناس اللي كنت دايما عندي شكوك شوية في الأجهزة بتاعة البادي كونتورينج بشكل عام، ولما نزل الجهاز بتاع الأوندا أنا ما كنتش متحمس قوي، لحد ما الشركة جابت لي الجهاز بتاع الديمو علشان أجربه. أغلب الناس اللي عملانهم بالجهاز كانت نتائج مرضية جدا، والكول ويفز اللي موجودة في الجهاز بتاع الأوندا تكنولوجي مش موجودة في أي أجهزة تانية، ما نقدرش نقارنها بالأجهزة التانية لأنها حاجة فريدة من نوعها. جهاز مريح بالنسبة للناس، ما بيبقاش فيه ألم، ما بيبقاش فيه تعب جامد، يمكن شوية ممكن بنسميها ديسكومفورت يعني شوية أثناء الجلسة، وده حاجة عادية إنها تكون موجودة، وفي رأيي حاليا أحسن جهاز موجود علشان يعالج الدهون الموضعية أو السيلوليت هو الأوندا، وفي رأيي إن ملوش منافس حقيقي حتى الآن.